سبحان الله، هذا المشروب العجيب من نهار رجلي والله كيشربوه وكحمشت منه. الحمد لله وليت كنصابو ليه الليله الليله. وراجلي في الاول ما كانش كيعامل بشي حاجه ديال العشوب او شي حاجه ديال يعني بحال هكا، يعني شي حاجه ديال اللي فيها الدواء الطبيعيه. كان ديما ضروري ما كياخد الدواء مع الطبيب، كيقول لي لا انا ما كنعامل بشي حاجه من غير الحاجه اللي كتجي مع الطبيب، صافي من غيرها ما نقدرش ناخذها. واحد النهار كي عافاك جربوه مهدا فيك الكحه بزاف كتكح بزاف والدويه ما داروا لك والو، هاك جرب هذا الحليب بالزعتر باللوز ما غادي لك والو. شرب منه كاس نهار الاول والحمد لله نعس الليل كامل بلا كحه بلا والو الحمد لله. اكيد يعني كتشربوه كتدفاو. ونهار الاخر ولا هو كيقول لي عافاك لما تصيب هي الزعتر بالحليب واللوز. المهم هنايا في اترو ديال الحليب، بالنسبه للناس اللي فيهم الحساسيه ديال الحليب يمكن لكم تستعملوا الحليب ديال اللوز وديروا معاه بحال هكذا واحد الكمشه واحد المهيريز ديال اللوز وهرمشوها وصافي. ردوها كتطبخ مع معلقه كبيره ديال الزعتر، خليهم كيغلاو مع بعضياتهم صافي. ومن كيغلاو واحد 10 دقائق يعني خليو الحليب والزعتر الحليب والزعتر واللوز مهرمش، يعني قياس الكمشه ديال اللوز مهرمشه ومعلقه ديال الزعتر والحليب، سواء الحليب ديال اللوز يعني هي حليب نباتي سواء الحليب ديال البقر بحال بحال. كتخليهم كيطبخوا راه الحمد لله بحال رحمه الله سبحانه وتعالى. الناس اللي فيهم كحه اللي عندهم كحه ناشفه كتشربوه وكتنعسوا، اهم حاجه شربوه ونعسوا. ما شاء الله جدا جدا رائع عن تجربه. اكيد فايت لي بارطاج شحال مره بزاف الناس ما شاء الله الملايين ديال الناس عجبهم وملايين الناس بارطاجاو. نتمنى انكم حتى نتوما تبارطاجيوه وكنبغيكم كاملين والله يشافي الجميع يا رب.